الدولار الجمركي يا فندم، هل تخفيض الدولار الجمركي بالفعل، يعني لان بالفعل الدولار بينخفض قدام الجنيه المصري، هل ده يضر بالاقتصاد ولا يفيد الاقتصاد؟ لان في مطالبات بتخفيض الدولار الجمركي بالفعل. الحقيقه قبل ما تتجه وزاره الماليه لتحديد سعر ال 18 ونص الجمركي كان في مطالب عده من جانب المستوردين، والحقيقه كانت وزاره الماليه مضطره انها تاخد متوسط خلال الفتره علشان تحاسب عليه التعريفة الجمركية فيما يتعلق به الرسائل اللي الواد ده كاستيراد من الخارج. لكن الحقيقة هو مفترض انه هذا السعر بيحدد شهريا على اساس المتوسط الشهري لسعر الدولار لتأكيد الشهر السابق يعني، وبالتالي المراجعة الاولى للسعر اللي سعر بيتم تعديلها بالتأكيد في ضوء المتوسط الشهري للصرف خلال الفترة الماضية. طب يا دكتور هشام، يعني حضرتك خبير اقتصادي وليك اراء حاسمه وواضحه وقويه، الناس تعمل ايه؟ يعني الحكومه ايه دورها انها تعمله علشان الناس تحس بالفعل بتخفيض الدولار في ظل ارتفاع الاسعار طبعا، وكله مرتبط بتعويم الجنيه وارتفاع الدولار وكده؟ لا، هو نقطه البدايه من ليس له الدافع او سبب لحيازه الدولار عليه ان الا يحتفظ بالدولار، لان الدولار عاده احنا بنستخدمه في التعاملات سواء كان للصرف للخارج سواء كان للاستيراد. مفترض انه التعاملات داخل اي دوله بتتم بعملتها، وبالتالي الحقيقه مهم جدا انه المواطنين حيزي النقد الاجنبي انه ما يحتفظوش بيه، لانه الحقيقه اصبح عبء عليهم، لانه احنا بنشهد انخفاضات بالفعل في الوقت الحالي. اسعار الفائده على الجنيه ما زالت مرتفعه، اتوقع لها مزيد من الانخفاض خلال الفتره القادمة مع انخفاض او انحصار موجة التضخم اللي احنا شفناها خلال الاشهر الماضية. وبالتالي النصيحة فيما يتعلق بالدولار، اتصور انه من ليس لديه حاجة لاستخدام النقد الاجنبي عليه الا يحتفظ به بدءا لتحقيق خسائر. الامر الثاني ما يتعلق بالاسعار، بل الحقيقة المواطنين الحقيقة تأثروا بشدة من ارتفاع الاسعار خلال الفترات الماضية، اتصور انه خلال الفترة القادمة. أنا بسأل حضرتك السؤال ده يا دكتور هشام، يعني أنا بسأل حضرتك السؤال ده يا دكتور هشام، لأن بصراحة من بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، يعني الناس في نفس التوقيت أو في نفس اليوم زادت الأسعار. طيب الانخفاض اللي إحنا بنسمع عنه كل يوم، فين بقى انخفاض الأسعار؟ خاصة إن أي سلعة بتزيد، لا ده مرتبطة بسعر الدولار يا جماعة علشان تعويم الجنيه. أنا بسأل حضرتك علشان كده. طيب خلينا نوضح، لانه ارتفاع اسعار السلع كان لها اسباب عده، بالتاكيد القيمه المضافه اللي فرضت عام 2016، بالتاكيد رفع التعريفه الجمركيه مرتين خلال عام 2016، بالتاكيد رفع اسعار المشتقات البتروليه اللي واكب قرار التعويم في 3 نوفمبر الماضي. لكن منذ 3 نوفمبر حتى الان لم يكن هناك اي قرارات من جانب الحكومه تؤدي لرفع الاسعار. وبالتالي منذ 3 نوفمبر حتى الان او ما بعد 3 نوفمبر، بعد تاثر عدد من القطاعات باسعار المشتقات البتروليه او بقرار التعويم، مفترض انه يكون في هدوء في الاسعار. لكن الحقيقه اللي احنا كنا بنشهده على الاقل خلال الشهرين الماضيين هو موجه او حمى من اجتاحت كل التجار بعين، الكل بيسعى الى رفع السعر، لكن ده ادى الى حاله من ركود داخل الاسواق، ركود تضخمي الحقيقه الوضع اللي احنا فيه حاليا، وده الحقيقه ادى الى عدم المواطنين لمزيد من الاستهلاك. وادعو الحقيقه الجميع انه يهدأ كثيرا فيما الحصول على السلع، لانه الحقيقه في بعض السلع بدانا نشهد فيها انخفاضات، واتصور خلال الفتره القادمه هيكون في مزيد من الانخفاض، بالتاكيد مع انخفاض اسعار الدولار انخفاضات عنيفه في اسعار الذهب. خلال الفتره الماضيه بدانا نلمس انخفاضات في عدد قطاعات حديد التسليح، الاسمنت، الاجهزه الكهربائيه وما الى ذلك. وبالتالي اتصور مع مزيد من الانخفاض ومع هدوء المواطنين بعيدا عن التكالب للحصول على مزيد من السلع تخوفا من ارتفاع اسعارها مره اخرى، اتصور ان هو ده الكفيل بانه الاسعار تهدأ كثيرا. طيب دكتور هشام، يعني للخروج من هذه الازمه، يعني احنا سمعنا ان في التعديل الوزاري اللي ان شاء الله هننتظره بكره، ان هيبقى في نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصاديه، هل ده هيبقى مفيد للوضع الاقتصادي في مصر؟ بالتاكيد مزيد من التنسيق فيما بين وزراء المجموعه الاقتصاديه قد يكون مفيد للغايه. لكن هي العبره الحقيقه مش بالاشخاص، العبره دايما بنقول انه يكون في توافق في السياسات، والحقيقه مساله انه الوزراء او المجموعه الاقتصاديه بتجتمع دي مساله مهمه، لكن الاكثر اهميه انه يكون المستويات ما دون الوزراء اللي هم بيشتغلوا في المطبخ بيصنعوا السياسات، هو اللي مهم ان يكون في توافق
بالتاكيد مزيد من التنسيق خلال الفتره القادمه هيكون امر هام للغايه، لكن الحقيقه اللي بتمناه هو اضاعه كفء لاصول وموارد الدوله، لان الحقيقه احنا محتاجين اكبر قدر من تعظيم الموارد بالتاكيد مع تشييد النفقات. لكن مساله تعظيم موارد الدوله دي مساله مهمه للغايه، مهم انها يكون ده نص تركيز المجموعه الوزاريه الاقتصاديه اللي هتكون ان شاء الله في التشكيل الجديد للحكومه.